السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، نقدم لكم اليوم: تعرف على سيارات تستخدم للطيران بالتكنولوجيا الحديثة. سيارة ايروموبيل هي أول سيارة طائرة في العالم، وهي عبارة عن طائرة بإطار خفيف يمكن أن تتراجع أجنحتها مثل الحشرة وتتحول لسيارة، ومدعومة بمحرك هجين بسرعة قصوى 160 كم في الساعة ومروحة خلفية، وزودت بمحرك كهربائي والذي يمكنها من السير لمدى 700 كم وبسرعة قصوى 160 كم في الساعة. تستغرق السيارة فترة 3 دقائق للتحول إلى طائرة لتكون ايروموبيل جاهزة للرحلات، حيث سيتم تشغيلها بواسطة محرك تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2 لتر ليعطيها قوة 300 حصان. تعمل على دفع محرك ليصل بأقصى مدى للطيران حوالي 750 كم. أثناء وضع القيادة على الطرق يتم تشغيل السيارة الطائرة بواسطة نظام كهربائي هجين. سيارة بال في هي عبارة عن مركبة هجينة تعمل بالوقود التقليدي والنظيف معا، كما أنها تتضمن مقعدين فقط وتستطيع حمل الراكبين ليس أكثر. تصل السرعة القصوى للمركبة إلى 112 ميلا في الساعة، ويمكنها التحليق على ارتفاع يصل إلى 4000 قدم. وتحتاج المركبة لمدة 10 دقائق حتى تتحول من سيارة على الأرض إلى طائرة صغيرة. ومن بين مزايا هذه السيارة الفريدة إقلاعها باستخدام طاقة الرياح، ما يمكنها من التحليق بحرية في الهواء، بالإضافة إلى تصميمها الفريد من نوعه ب3 عجلات. وتحتاج المركبة التي تتسع لراكبين إلى 3 أو 5 دقائق فقط لتتحول بين وضع الطيران والسير على الطريق. وتصل سرعة المركبة ذات المحرك المزدوج إلى 160 كم في الساعة على الأرض، بينما تصل سرعتها في الهواء إلى 180 كم في الساعة، ويمكنها الطيران حتى ارتفاع 3.5 كم. سيارة مافيرينك فلاينج هي سيارة قوية مخصصة للسير في الطرق الوعرة والصحراوية وللطيران، معززة بمحرك قادر على إنتاج قوة 175 حصان، وسيارة مزودة بثلاثة أجنحة، ويمكن أن تسير على الأرض بسرعة 180 كم في الساعة وتحلق بسرعة 90 كم في الساعة، وبإجمالي سرعة الطيران 40 ميلا في الساعة. وهي مصممة لكي تطير دون الاحتياج إلى توافر الطرق، ويمكن استعمالها في الأجواء التضاريسية كالغابات أو الصحراء. سيارة ذا ترانسيشن هي قابلة للتحول من طائرة إلى سيارة ومن سيارة إلى طائرة، وتحتوي على مقعدين للسائق ومقعد لمرافق بجانبه. وتصل سرعة السيارة إلى 75 كيلووات في 5800 دورة في الدقيقة لمدة 5 دقائق، والخزان بها يحتوي على 87 لترا، ويصل وزن السيارة إلى 440 كيلوغرام. أطول مسافة ممكنة في الرحلة الواحدة 787 كيلومتر، وسرعة الطيران 172 كيلومتر في الساعة، والوزن الأقصى في الإقلاع 650 كيلوغرام. وهي سيارة تعمل بالكهرباء بالكامل مع قدرات الإقلاع الرئيسي والهبوط. سيارة التيروفيوجية هي سيارة تعمل بنظام الدفع الهجين، تم تجهيزها بأربعة مقاعد وأجنحة قابلة للطي ومراوح قابلة للحركة على نهايات الأجنحة
ومروحة بالمؤخرة لتتمكن السيارة من الإقلاع والهبوط العمودي، كما أن السيارة مزودة بنظام مظلة مخصص لحالات الطوارئ، وتنطلق بالمحركات الكهربائية. تبدأ بتشغيل المراوح لدى مرحلتي الإقلاع والهبوط، بينما يتولى محرك الاحتراق عملية تشغيل المروحة الخلفية في وضع الطيران، ويتم شحن البطاريات عن طريق المقبس العادي أو عن طريق محرك الاحتراق أثناء وضع الطيران. ويمكن طي أجنحة السيارة لأسفل لتختفي المراوح في جوانب السيارة، وتصل سرعة الطيران إلى 320 كم في الساعة، في حين يبلغ مدى الطيران 800 كم. هذا كل شيء مشاهدينا الأعزاء، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا. دمتم بخير.